اماراتي رقم 16 وبدر حسن اللاعب رقم 23، لكن هجمه للمنتخب التونسي. المساكني عدى بمهاره يا ولد على اللمه، لكن هو اتزحلق وحكم اللقاء محمود البنا يدي ركله جزاء لان المدافع الليبي امامنا هنا ناجي ضراء في اللقطه الماضيه. بص يوسف المساكني يعمل لك الفرق في ثانيه، يعمل لك الفرق في ايه، في لحظه في اللقطه الماضيه، في لحظة ممكن يعني كان الكرة أمامنا هي اللي اتلعبت. وادي انطلاقة مش متسلل يوسف المساكني، وادي أمامنا هو بص يعني اندفاع ناجي ضراء في اللقطة الماضية، وادي أمامنا هي الفرصة وركلة الجزاء. هل يفعلها نشنوش كما فعلها مصباح شنقب في مباراة الفريقين اتنين لا شيء اللي كانت في طرابلس في التصفيات المؤهلة عام 86 لما تصدى لركلة الجزاء من لطفي الحسومي؟ ركلة جزاء، لكن المواجهة هنا وهبي الخضري ونشنوش. ركلة جزاء خدها بمهارة اللاعب الكبير يوسف المساكني ومراوغة كانت للمدافع المندفع ناجي ضراء، ومحمود البنا لم يتردد في احتساب ركلة جزاء لنصور قرطاش. وهبي الخضري أمامنا هنا في المواجهة، ودي وهبي عملها نشنوش، لكن رجعت عملها زي ما عملها مصباح شنقب، لكن رجعت مرة تانية الوهبي الخضري. الفولو والمتابعة لركلة الجزاء الضائعة، لكن وهبي الخضري كملها ووضع الكرة وتقدم في هذه الكرة وهذه اللقطة. كان قد سجل في الجزائر في لقاء واحد لا شيء في تصفيات 2018 نشنوش يتصدى لركلة جزاء للاعب أمامنا وهبي الخضري لاعب نادي سانت تيان، لكن وهبي يرجع ويعود مرة ثانية ويضعها في شباك محمد نشنوش عشان تبقى النتيجة واحد لا شيء لصالح نصور قرطاج. منتخب تونس يسجل ووهبي الخضري كمان وكمان في مرمى المنتخب الليبي زي ما عملها في أيمن عبد النور. كرات الأمامية أيمن عبد النور، مصيدة التسلل المنتخب الليبي سلاح ذو حدين. أدي أمامنا المساكني يا ولد على التصليحة، حلوة 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 حلوة. سيف الدين الخاوي والهاوي ينقط في اللقطة الماضية بمهارته وبإمكانياته. بص شوف يوسف المساكني عاملها إزاي، وسيف الدين الخاوي في اللقطة الماضية يضع قدمه ولا يخطئها أبدا في هذه الكرة وهذه اللقطة. طبعا واضح أن محمد الطرهوني كان مغطي التسلل، ودي مهارة يوسف المساكني اللي عدى ويلعبها، وأمامنا هو سيف الدين الخاوي. يعني كان سيف في اللقطة الماضية، كان سيف قدمه الشمال سيف، أمامنا إيه رايحة في شباك نشنوش. الهدف الثاني للمنتخب التونسي. نصور قرطاج أمامنا هنا تحلق في ملعب رادس الأولمبي مهارة يوسف المساكني تصنع ركلة جزاء يتابعها ويسجلها. أربع بطولات دوري وثلاث مرات كأس قطر وثلاث مرات كأس أمير دولة قطر، يعني قصة كبيرة يوسف المساكني الحقيقة مع المنتخب منذ عام 2010. حمدو الهوني الهروب الكبير حمدو الهوني يهون على جمهور الليبي هنا بهدف يأتي في الدقيقة 45 من كرة الثابتة، يسرق الدفاع التونسي، يسرق فاروق بن مصطفى بمهارته بذكائه ويضع جماهير فرسان المتوسط في فرحة هنا. حمدو الهوني يعرف هذا الملعب، لاعب نادي الترجي أمامنا هنا، والكرة اللي ملعوبة بشكل ذكي جدا، وحمدو الهوني ما بين عبد النور وما بين أمامنا ياسين مرياح في اللقطة الماضية معمولة حلوة قوي. يا ولد مؤيد اللافي يقول لي لا أنت بتقول يوسف المساكني، لا أنا موجود. أدي أمامنا هنا المهارة، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري يلعب كرة حلوة قوي بالمقاس لحمدو الهوني، حاجة من الحاجات اللي إيه شغل تألق من فاروق بن مصطفى في فرصة كبيرة جدا للتسجيل. وأدي هجمة هنا، وأدي الانفراد وممكن الخاوي. في اللقطة الماضية اتكشف الدفاع، سند الورفلي ناجي ضراء
حتى التغطية متأخرة من محمد الطرهوني، لأن سيف الدين الخاوي عرف الطريق للمرة الثانية لمرمى المنتخب الليبي في اللقطة الماضية. بص الأخطاء الدفاعية فادحة فادحة فادحة، نشنوش لا يستطيع أن يفعل شيء لأن سيف الدين الخاوي انطلق في المساحة وانطلق بالمهارة بالقدم اليسرى اللي سجلت في الدقيقة 45. طبعا